أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالدار البيضاء حفل استقبال على شرف أعضاء نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم. وذكر بلاغ للديوان الملكي أنه خلال هذا الاستقبال وشح جلالة الملك أعزه الله كل من رئيس الفريق والمدرب واللاعبين وأعضاء الطاقم التقني لنادي الرجاء الرياضي بأوسمة ملكية شريفة تقديرا من جلالته للإنجاز الرياضي التاريخي الذي حققه هذا الفريق المتألق خلال الدورة العاشرة لبطولة العالم للأندية لكرة القدم التي احتضنتها بلادنا والمتمثل في احتلاله للمرتبة الثانية في هذه البطولة العالمية عن جدارة واستحقاق. نعم سيدي عزك الله، بمناسبة حصول فريق كرة القدم لنادي الرجاء البيضاوي على الرتبة الثانية في كأس العالم للأندية لسنة 2013، يوشح صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله صدور أطري ولاعب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط السيد محمد بودرقة رئيس النادي. السيد فوزي بن زرتي مدرب الفريق. لاعب الفريق وهم السادة محسن متولي عميد الفريق. خالد العسكري. عادل كروشي. محمد الحاج. إسماعيل كوشام. مابيدي فيفيان. غيري غوغو جيجي هيلر. عبد الإله حافظي. محسن ياجور. أحمد رحماني. ياسين الحد. شمس الدين شطيبي. زكريا الهاشمي. إسماعيل بن المعلم. عصام الراقي. إدريسا كوليبالي. حمزة أبو الرزوق. عبد المجيد الدين. حسن المعتز. ياسين صالحي. إبراهيم الزعري. كندا موكوك ديو غراسيا. بدر تشاني. رشيد سليماني.
رضوان الدردوري. مروان زمام. ياسين وكيلي. صلاح الدين السبعي. صورة تذكارية لجلالة الملك نصره الله مع رئيسه ومدربه ولاعب فريق الرجاء البيضاوي. بوسام المكافأة الوطنية من درجة فارس الطاقم التقني حفيظ عبد الصادق مدرب مساعد. الطائر معد بدني. مصطفى الشادلي مدرب الحراس. رشيد البصيري مسؤول تقني. الطاقم الطبي طبيب الفريق الدكتور عبد الرحمن رحيب. مساعد الطبيب محمد بوعمري. حمزة الحريشي. محمد حلام. العربي سيبو. المكلفون بالمعدات محمد الرحيمي. رشيد بخاري. الإداريون محمد الناصري. سعيد بزرواطة. رضوان الطنطاوي. كما أخذت لجلالة الملك صورة تذكارية مع أعضاء الطاقم التقني والطبي والإداري والمكلفين بالمعدات لفريق الرجاء البيضاوي. كما يوشح صاحب الجلالة عزه الله السيد محمد فخير المدرب السابق لفريق الرجاء البيضاوي بوسام المكافأة الوطنية من درجة قائد. جلالة الملك يوشح المدرب السابق لفريق الرجاء البيضاوي محمد فاخر. وكما أشار بلاغ الديوان الملكي فإن هذا التوشيح يأتي اعتبارا للجهود التي بذلها من أجل تكوين وإعداد فريق تنافسي. وبهذه المناسبة يتقدم للسلام على جلالته نصره الله السادة أعضاء المكتب المسير للنادي السيد مصطفى دحمان نائب الرئيس، السيد عادل بمعروف نائب الرئيس، السيد جعفر أمين الطاهري نائب الرئيس، السيد بدر الدين اللوحي نائب الرئيس، السيد عبد الإله العلالي نائب الرئيس، السيد محمد سيبوب الكاتب العام، السيد يوسف عامر أمين المال، السيد
صلاح الدين بصير عضو مستشار. السيد عبد الإله قاموس مستشار. مستشار. السيد بوبكر عماري مستشار. السيد هشام الوازة مستشار. كما يتقدم للسلام على سيدنا عزاه الله السيد عبد المجيد الدرمي اللاعب الدولي وعميد فريق الرجاء البيضاوي سابقا، الله يبارك عمر سيدي. وقد أخذت أيضا صورة تذكارية لجلالة الملك حفظه الله مع أعضاء المكتب المسير لنادي الرجاء. بالمناسبة يضيف بلاغ الديوان الملكي، تفضل جلالة الملك بمنح نادي الرجاء الرياضي قطعة أرضية كهيبة شخصية من جلالته، وذلك لتوفير ملاعب للتدريب وفضاءات للتكوين خاصة بالنسبة للفئات الصغرى، تجسيدا للعناية الخاصة التي يوليها جلالته لتكوين هذه الفئات والتي يعتبرها الدعامة الأساسية لفرق المستقبل، سواء على المستوى الكروي أو على صعيد التربية على القيم الرياضية النبيلة. وتأتي هذه الالتفاتة الملكية استجابة لرغبة النادي في سد الخصاص الذي يعانيه في هذا المجال، وتشجيع للجهود التي ما فات يبذلها في مجال تكوين لاعب المستقبل، حيث تخرج من مدرسة الرجاء الرياضي العريقة العديد من اللاعبين الدوليين على غرار الأندية الوطنية الأخرى، وتحفيزا لجميع الفرق الوطنية من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية. كما جدد جلالة الملك حفظه الله تهانئه الحارة لكافة مكونات النادي، مدربا ولاعبين وطاقما تقنيا وطبيا وإداريا ومكتبا مسيرا، على هذا الإنجاز الرياضي غير المسبوق، وإشادته بالآداء الفني المتميز والروح الرياضية والتنافسية العالية التي أظهرها هذا الفريق المتألق في مختلف أطوار هذه الدورة، وكذا بما أبانت عنه الجماهير الرجاوية خصوصا والمغربية بصفة عامة التي توحدت في تشجيع ممثل المغرب في هذه التظاهرة الرياضية الكبرى. التفاتة ملكية تجاه فريق عريق، فريق الرجاء البيضاوي الذي أثبت كل جدارة واستحقاق في مونديال الأندية النسخة.